فاتح شوف شغلك. تمام. لا تنسى على اول اشاره. تصبح على خير يا بيه. لا الخير شكرا. بشار ليش طلعتنا بكير؟ كنا كتير مبسوطين. بكره الصبح عندي شغل مهم يا بنت. ولسه بدنا نروح على البيت وبدنا نتسلى هنا. دوبنا يا بنت. لازم خلص واشبع نوم كمان. ركبي لشوف ركبي. لما فاتح ينور الحراس نحن مكمل طريقنا. عهداك المفرق رح نبلش. خلي المفزلك تبعنا يطلع بايده والباقي امره محلول. إن شاء الله ما يصير لشيء. يا حبيبي شوف على هالاستفاده عند المساء. ابني انزل شوف لي شو صار ورا. زلمه وعم بدي فيها شوفير تاكسي. يا ربي دغيلك والله مو ناقصني يا اخي. والله ابي ومعلمي رح يمسحوا فيني المزارع. لكن خرب بيتي يا جماعه. المعلم رح يذبحني ليكو شو صار بالسياره. اتفرجوا بعيونكم. الحمد لله على سلامتك. تسلم يا اخي بس ليك حاسس السياره شلون صارت. ولا غليظ وبطلها غليظ. رجله مثل لسانه ما عليها رباط. قلنا له نقرا من ورعه الخفيف ويطعب بشله السياره. يا جماعه ان شاء الله لك طحبشت السياره. يا ربي دخيلك شو هالزلمه. خلص حاجتك اعطي رقمك للشباب. أخي نحن لازم نعمل ضبط ببوس ايديكم. يلا بقى خلونا نمشي. ليك اعمله مثل ما بده وبعدين الحقونا. طيب تمام. روح الله يعودك القرش بعشره. لك الله يخلي لك شبابك. انت شلون شوفير تاكسي؟ لك مشان الله لك اخي خليني اخذ غبط مي القط نفسي بس. لا حول ولا قوه الا بالله. اذا معكم رقم شي سواج دقوا له. والله خرب بيتي اخي. اذا معك سيجاره ناولني. شنطه جمكره دفكره تعلم بناج اربط شنطه شنطه نكلاش. هدي عمي هون بنزل. يلا يسلم لي ليش؟ وليش قلبتي لي هالخلقة؟ ضيق شوي ناطر راكي. بس ضيق وحدي. شو قصته هذا كمان؟ ليش معطل السير يا أخي؟ ليك شو رأيك تشتري لي وردة وتراضيني؟ ولك تكرم عيوني. افتح لي هالشباك. يا ولد أعطي الوردات لمعلمتك. راكب شو بنص الطريق؟ أنت الراكب. وقديش بدنا ندفع ذنبنا؟ ذنبك أنت ما بيندفع بكل مال الدنيا. بعد اليوم مالك مجبور تطلع عمليات تهريب. علي رضا ألتاي.
ما فاق مراد لسه؟ بلا فاق، بس طلع الصبح بكير قال عنده شغل. برافو عليه. خير رفقي؟ والله يا معلم عرفنا اللي نشر الفيديوهات. انت متأكد من صحة هاي المعلومات رفقي؟ متأكد معلم. وفي شي كمان عم بسمع، صار علي رضا حكاني وأكد لي إنه بنفس الليلة وقت انهجم على المزرعة صبري كان موجود هنيك، يعني لما هجم شوفير التاكسي كان في مين شايفه لصبري بالحارة. اجمع لي كل رجالك رفيق، هالكلب لازم يدفع الثمن. ماشي. صباح الخير. صباح النور يا بيك. صباح النور يا بيك. شو الاخبار في؟ اهلين يا بيك. الاوراق جاهزه يا اخي. والشاحنات؟ اكيد على الطريق، نحن بكرنا. راموس جدد لي القهوه. خالدة ما فاقت لسه؟ فاقت وطلعت معلم. وين راحت من وش الصبح؟ محمود معها لا تاكلها. عود عود. يسلم ومرتاح هيك.